نعلمه وناخد محمد من السعوديه ونرجع تاني نعلمه. اتفضل يا حماده. السلام عليكم يا دكتور. ربنا يسترك. وعليكم السلام. كل سنه وانت مليون طيب يا دكتور. وحضرتك كذلك 2 مليار طيب يا رب. الله يبارك لك. سؤال يعني خاص يعني الواحد مش عارف يقول ايه. ايه سبب عقوق الاولاد لوالديهم؟ هل سوء التربيه ام المقنع كان حرام ام كما تدين تدان؟ اللي هو ايه الاول؟ انا ما سمعتش غير السبب، هل سوء تربيه ولا المبلغ كان حرام؟ ما سمعتش الاول. ولا بقول اللي هو عقوق الابناء. يا حبيبي على عيني عقوق الابناء ده موضوع، لا ان شاء الله ما هوش المال حرام ولا حاجه الا اذا كان اللي رباهم على يقين ان اكلهم مال حرام، وممكن ياكلهم مال حرام ويطلعوا عيال برره جدا ولا تزر وازره وزر اخرى، وممكن جدا. لكن في اسباب كثيره للعقوق، ان احنا مش لوحدينا بنربي اولادنا، وانه في رفاق سوء منيلين الدنيا بسنين، وفي تلفزيون وفي نت وفي حاجات كتيره جدا، احنا بدل ما ندرسها ونعالجها ونهتم ونبذل جهد رمينا في ان دول زمن وزمن جيل وجيل. لكن جيل ايه؟ الجيل له مقوماته. في فصل اعلاني وهنرجع تاني ونكمل، لكن سلامتك من ان يكون مالك حراما. فاصل اعلاني نرجع تاني فانتظرونا. صلى الله وسلم عليك سيدنا رسول الله. اهلا بحضراتكم. يبقى كنتم خير امه اخرجت للناس، يعني كنتم وتكونون سوف تكونون، بس لازم تعملوا المقتضى. مش انا خير امه اخرجت للناس، عمده يبقى لازم تقعد في الدوار وتشوف مشكلات الناس. ام لازم تبقى ام، مش هوب يلا اوضه العمليات خرجنا بالسلامه الف مبروك يلا اعمل اسبوع يا ام البتاع واسمع كلام امك. لا، ام يعني مدرسه. عارفين مدرسه يعني ايه؟ مش سكول ولا بيلدينج، وانما فكره. ام يعني فكره، يعني خلاص دخلتي في زمره الشهداء. طبعا اللي بربي بهيمه زي اللي نفسنا نربيها دي من دلوقتي، يا رب الاقي حد يساعدني ويشاركني عشان تيجي يوم العيد بهيمه. النبي قال فيها بتيجي يوم القيامه شعرها وأصفرها وجلودها والكرشة بتاعتها في ميزان المضحي يوم القيامة. حتة بهيمة، ما بالك باللي تقدم بني آدم. بس يكون عندك نية إنك تربيه لله. ده بمناسبة أخونا اللي قال عقوق، لأن أنا شايف وكتبت وراه في الفاصل بإني قد تكون الأم سببا في عقوق ابنها، وقد يكون الأب سببا في عقوق ولده. عشان فاشل فبيعلم ابنه عقوق امه، وهي عشان فاشله فبتعلم ابنها كيف يعق اباه، بتشور له، بتطلع لسانها يحتقر ابوه. ما هي فرق علوز مش ام. دي حاجه مهمه جدا في التربيه وفي الخطاب الديني. ازاي؟ وانا كان ليا عباره زمان اقولها، ان احنا حبينا ابائنا عن طريق امهاتنا. يعني امنا كان لها السبب الكبير جدا في ان احنا نعشق ابائنا. ابوك ولو الواحد جه كده تقول ده ابوك، وحاجه زلزال، يعني حاجه زي ما بنقول الكعبه كده. ما هو انت ان ما عظمتش الكعبه هتدخل ومعاك جوزه جوه. وتتكلم بقى وتتسامر والناس النهارده بيقول الو بالموبايل، انا في الشوط الرابع دلوقتي. ده مش من تعظيم الكعبه. انت بتعمل، روح مثل فيلم واعمل بيت زي الكعبه، لكن ما يتمثلش في الكعبه فيلم. اعمل لك كعبه بقى كده بيسموها ايه، بانوراما ولا ماكيت، وروح مثل فيلم. ما ينفعش، ده تعظيم. ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه. كذلك الحال، فده ممكن أب يقول لهم أمك دي ما تسمعش كلامها مش عارف إيه، ولو بهزار تأثر في الولد، لأنه ما يعرفش الفرق بين الهزار وكده. بعد كده يكبر يعرف إن اللي بنهزر معاه بنستخف بيه. فالعقوق، شوف بقى أنا عايز أقول، يعني اللي تقدم ابن لله كده، لو بتربيه لله وحصل له حادثة لا قدر الله وانتقل الى الرفيق الاعلى، ما يقتلهاش الحزن، لان انا لله وانا اليه راجعون. اللي جابه خده، وانا كنت مش بوضبه عشان اتعكز عليه، انا كنت بربيه لك. انت اردت كده، يبقى انا هاخد ثواب التربيه واخد ثواب الصبر عليه. ابنه لعبدي بيت الحمد، للي يموت له عيل ويقول الحمد لله. يوم ربنا يقول للملائكه ماذا قال عبدي وهو بكل شيء عليم. احسن برضو واحد يجي مع الزمن كده يقول ايه، بدان بيقول للملائكه بقى ربنا، يبقى في حاجات ما يعرفهاش. يا دي المصيبه السوداء اللي طلعنا بره المله. لا،
ربنا يقول ويسأل. وعندنا في سورة المائدة آخرها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. واستدل بها العلماء على أنه يجوز التعبير بنفس الله، يعني تقول الله يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، مش همسلف بتاعت أخوك وابن عمك. القرآن بيفتح للعلماء إزاي يمشوا وإزاي يفسروا إن النفس هنا غير النفس هنا، ليس كمثله شيء، زي الخشية وإنما يخشى الله من عباده العلماء. أو القراءة المتواترة يعني العلماء أشد خشية لله. طب القراءة الشاذة اللي هي غير متواترة إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يحترمهم يجلهم يقدرهم لأنهم سهروا الليالي في سبيله وعايزين يبنوا بهذا العلم أمة ويأكلوا جعان ويسقوا عطشان وينوروا الدنيا، لأن العلم كبير جدا. طيب فده بمناسبة العقوق حضرة.